معارك واشتباكات شرعية وحوثية في البيضاء وجنوب مارب. فلنشاهد التفاصيل. قالت مصادر ميدانية وعسكرية أن قوات الجيش الوطني اليمني بدأت فجر اليوم الخميس بشن عملية عسكرية جديدة على ميليشيا الحوثي في جبهات محافظة البيضاء وجنوب محافظة مارب. وأضافت المصادر أن هجوما عنيفا شنته القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل خلال الساعات الماضية ضد الميليشيا الحوثية في أطراف العبدية بمحافظة مارب وأطراف قانية في البيضاء. وأكدت المصادر اشتداد المعارك في الأثناء بين قوات الجيش الوطني وقوات الحوثي في جبهة قانية ومشارف مديرية الأبدية بمحافظة مارب. يأتي ذلك الهجوم للقوات الحكومية بعد ساعات من إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي. وقال في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية إن العملية تستهدف أهدافا مشروعة لميليشيا الحوثي، وذلك ردا على تهديدات الميليشيا بشأن عمليات استراتيجية داخل العمق السعودي. وأضاف البيان أن العملية الجديدة للتحالف العربي تهدف لتحييد ما سماها بالقدرات النوعية للحوثيين، حيث وشنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الماضية غارات مكثفة على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.